تفضل اسرع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي فخامة الرئيس الدكتور محمد رشاد الهليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، اعضاء المجلس، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم في زيارتكم الرسمية الأولى لوطنكم الثاني مصر عقب توليكم رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأنني وإذ أتمنى لكم ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني التوفيق في مهمتكم الجديدة، فإنني أود أن أشد على أيديكم وأن أعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ملقاة على عاتقكم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق، وأن أؤكد لفخامتكم دعم مصر لجهودكم في سبيل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة شعبكم الشقيق. لقد حرصت اليوم خلال مباحثاتنا على التأكيد على موقف مصر الثابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني. بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق وللشرعية اليمنية، كما أكدت على دعمنا الكامل لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، ورؤيتنا لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر وللعالم العربي بأسره، كما أكدت على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعدت التأكيد على ترحيب مصر بإعلان الأمم المتحدة في 2 يونيو 2022 عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن، وتقديرنا لجهود الحكومة اليمنية الشرعية في احترام التزاماتها وفقا لما نص عليه الاتفاق، ودعوتنا لكافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لما يمثله ذلك من تطور إيجابي يمكن البناء عليه لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن. وأود في هذا الصدد الإشارة إلى استجابة مصر لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة بتسيير رحلات طيران مباشرة بين مطاري القاهرة وصنعاء. انطلقت أول رحلة منها بالفعل في الأول من شهر يونيو الجاري، حيث تأتي الاستجابة المصرية تأكيداً للحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحه. كما أعربت خلال مباحثاتي مع شقيقي فخامة الرئيس رشاد الهليمي عن أن مصر لن تدخر وسعاً في مساعدة اليمن الشقيق، وإننا حريصون على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين، خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، كما تناولنا في مناقشتنا أهمية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة وآليات تفعيل ذلك. ولقد اتفقنا خلال النقاشات كذلك على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي، وارتباط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما تناولت مناقشتنا كذلك خطورة أزمة خزان صافر النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه،
وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين للخطة الأممية ذات الصلة. أخي فخامة الدكتور رشاد العليمي، يطيب لي أن أجدد مرة أخرى ترحيبي بكم وأن أعرب عن تقديري لشخصكم الكريم، معيدا التأكيد على موقف مصر القائم على دعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية الشرعية، وحرص مصر على دعم جهود تعزيز السلام والأمن في اليمن الشقيق. لقد كانت اليمن دوما حاضرة ظاهرة وبوابة كبرى من بوابات العروبة والحضارة الإنسانية ككل، وإننا في مصر على ثقة بأن اليمن بقدرة شعبه واستنادا إلى تاريخه العريق ودعم أشقائه هنا في مصر وفي العالم العربي سيتجاوز أزمته سريعا ويعود إلى موقعه الأساسي والطبيعي مستقرا وآمنا ومزدهرا إن شاء الله. شكرا. تفضل فخامة الرئيس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الأخوة الحضور جميعا، يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذي كان إلى جانبنا دائما دفاعا عن الجمهورية في الشمال واستقلال جنوبنا الحبيب من الاستعمار. وكانت مصر الدولة التي أسهمت في النهضة وإعادة بناء مؤسسات الدولة عام 1962، واليوم فإن مصر تقف معنا أيضا في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، كما تحتضن مئات الآلاف من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل مع استماتة الجماعة الانقلابية بحملتها الوحشية في ملاحقة المعارضين لهجمتها المتخلفة التي يريد لنا العودة إلى عصور ما قبل الدولة الوطنية وما قبل التاريخ، ووقوفها ضد المساواة والعدالة وسيادة القانون. إن مصر تكتب اليوم التاريخ من جديد بنهضتها وتماسك شعبها والالتفاف حول قيادتها السياسية ممثلة بأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صار مثالاً للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة إن شاء الله. لقد تحدثت لفخامة الأخ الرئيس حول مستجدات الوضع في بلادنا والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والخدمي وتوحيد مؤسستي الجيش والأمن وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم من أشقائنا في جمهورية مصر العربية. كما أكدنا تعاطينا الإيجابي مع كافة مساعي السلام بالتنسيق مع التحالف في دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللذين لم يبخلا أبداً في تقديم كل أشكال الدعم والمبادرات من أجل إنهاء معاناة شعبنا. كما نقلنا لأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامننا مع حقوق مصر المائية، وأكدنا في كافة المحافل الدولية والإقليمية موقفنا الثابت والداعم إلى جانب مصر وشعبها وحقوقها المشروعة. تطرقنا للمخاطر المحدقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران وأيضاً عبر البحر الأحمر وبضيق باب المندب، إضافة إلى ما يمكن أن يمثله انهيار الناقلة صافر من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر.
وكما تفضل أخي فخامة الرئيس فقد أكد لي بأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن مصر ودول الجوار والمنطقة برمتها. تطرقنا أيضا إلى فرص تعزيز التعاون بين بلدينا والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في قطاع الخدمات بما فيها التعليم والصحة وإعادة الإعمار والتسهيلات الإضافية لرعايانا المقيمين والوافدين إلى أرض مصر الشقيقة. وهناك عدد من المذكرات التفاهم سيتم التوقيع عليها من قبل الحكومتين في الوقت القريب العاجر. أشكر لكم حسن الضيافة فخامة الرئيس، وشكرا لمصر وشعبها وحكومتها. شكرا لكم.